هم نجوم الفريق الأهلاوي في الشباك البورسعيدية مقابل 110 هدف للمصري في شباك النادي الأهلي. سيد الدزوي طبعا نجم النادي الأهلي والنادي المصري هو الأكثر تسجيلا للأهداف، 13 هدف بواقع 10 أهداف مع النادي المصري وثلاثة مع النادي الأهلي. والسيد الدزوي هو أول هداف لبطولة الدوري العام اللي أقيمت في موسم 48. أرقام كبيرة جدا جدا وأرقام مهمة جدا، بتحكي أو بتدي واقع لأهمية هذا اللقاء، إن دايما لقاء الأهلي والمصري فيه ندية كبيرة جدا. طبعا، وخاصة كمان في كأس مصر، يعني فهي على مستوى الدوري هم تقابلوا 104 113، أو على المستوى كله تقابلوا 134 مرة، في تفوق واضح للنادي الأهلي، يعني كسب النادي الأهلي 75 مرة والنادي المصري 24 مرة. في الكأس، في نهاية الكأس بالذات، النادي الأهلي قابل النادي المصري 6 مرات، في الست مرات النادي الأهلي كسب، ويعني فيهم كمان أعلى نتيجة، نتيجة فوز، يعني النادي الأهلي كسب المصري في النهائي كانت 4-0 5-0 سنة 1927، واتكررت كمان في النهائي عام 37 بنفس النتيجة 5-0. فالست نهائيات اللي هم ما بين دي، طبعا الأرقام قدامنا، تاريخ هذه الأرقام مع حضراتكم على الشاشة، كملها. بالنسبة للنهائيين، يعني النادي الأهلي كسب النادي المصري مرتين بنفس النتيجة 5-0، لكن أكبر نتيجة في الدوري كانت 4-0، كانت موسم 78-79 وموسم 98-99. أطول فترة انتصارات للنادي الأهلي على النادي المصري كانت 8 مباريات، كانت في نص، من بداية من نص نهائي الكأس موسم 37 لغاية الدور الأول موسم 49-50. فالأرقام طبعا بتأكد تفوق النادي الأهلي على النادي المصري، خاصة كمان في على مدار النهائيات، يعني ست نهائيات النادي الأهلي قبل النادي المصري، في الست نهائيات النادي الأهلي كسب. وكان في نهايات دراماتيكية، يعني كنا لسه بنتكلم على نهائي 84 واستفدنا فيه صراحة في قناة الأهلي الفترة اللي فاتت، والنادي الأهلي كان النادي المصري كان متقدم بعد إخراجه مصعد نور الكاستن، وفي الانفاس الاخيره حتى الحاج سيد متولي كان لسه بيربط بقى الكرافات بتاعه عشان ينزل بقى يستلم الكاس، ولكن كابتن علاء ميهوب وكابتن خالد جد الله ونجوم النادي الاهلي صراحه فريق مجملا. كابتن شوبير بيصد هجمه في منتهى الخطوره من طارق سليمان بترتد تبقى هدف للنادي الاهلي بيعادل فيه الوقت الاضافي، يضيف كابتن علاء ميهوب الهدف الثاني، ثم كابتن خالد جد الله بيضيف الثلاثيه، واحده من اهم واجمل لقاءات نهائي الكاس في تاريخ كاس مصر. هي واحده من اكثر المباريات اثاره في تاريخ الكره المصريه عموما، ودايما المباريات المثيره في تاريخ الكره المصريه والبارزه جدا تاريخيا هتلاقي الاهلي طرف فيها. المباراه اللي اتكلمنا عنها الاهلي والمصري 84، الاهلي والزمالك 4-3، الاهلي والاسماعيلي 4-4، دايما في على مدار التاريخ لتواجد الاهلي الدائم في النهائيات وتواجد الاهلي الدائم في المباريات المهمه والحاسمه حتى على صعيد بطوله الدوري اللي هي مش بطوله اقصائيه، دايما بتلاقي الاهلي بارقامه وبتواجده الكبير جدا في طرف في المباريات المثيره تاريخيا يعني. طيب احمد ثابت، احنا كنا اتكلمنا ان المواجهات ما بين الاهلي والمصري ست مرات، الست مرات كان ابرزها في نتائج هيفي سكور بالنسبه للنادي الاهلي، وفي لقاءات يعني النتائج قريبه، يعني في 3-2 44 45 في 46 47 2-1، وحتى في هذا الموسم الدور الاول كان 3-1 في الدوري والدور الثاني 1-1. هل شايف ان النهارده ممكن يبقى فيه احراز اهداف كتير؟ ممكن في حاله واحده، يعني النادي المصري لو دخل فيه هدف، النادي المصري لو اربكته بجون مبكر، كابتن حسام حسن لو اربكته بجون مبكر هيفتح دفاع ورا فهيبقى فيه اهداف كتير، لكن لو المباراه فضلت مقفوله اول نص ساعه 0-0 مستحيل يبقى فيها اهداف كتير يعني. لكن لو اول جون، يعني نفس مباراه الذهاب النادي الاهلي حط جون بدري هدف مروان محسن، فالمباراه فتحت، كابتن حسام حسن فتح ورا فبدا النادي الاهلي يجيب جوان، داخل المباراه خلصت 3-1. بالنسبه للنهائيات هم كانوا ست نهائيات على مدار التاريخ، يعني ست نهائيات ما بين الاهلي والمصري النادي الاهلي كسبهم. سنه اول موسم سنه 26 27 النادي الاهلي كسب 5-0، ثاني موسم 44 45 النادي الاهلي كسب 3-2، ثالث موسم موسم 46 47 النادي الاهلي كسب 2-1، رابع موسم موسم 82 83 النادي الاهلي كسب 1-0، موسم 83 84 النادي الاهلي كسب 3-1، موسم اخر موسم اللي هو موسم 88 89 النادي الاهلي كسب 3-0. فالست نهائيات طبعا بتاكد تفوق النادي الاهلي، ولكن الارقام دي مش شرط طبعا ان هي يعني ايه تاكد ان النادي الاهلي النهارده شرط يكسب يعني. واحنا حسينا حتى ان يمكن في بدايه العشرينات كان الفارق في المستوى، الفارق طبعا في الفارق في المستوى كبير جدا، كان كبير، ولكن لما دخلنا على الثمانينات بقى فرق هدف، بعد كده فرق هدفين، ماكسيمم فرق ثلاث اهداف، وثلاث اهداف ده بيعتبر ريف سكور، ولكن النادي المصري مع كابتن حسام حسن الصراحه هذا الموسم مختلف. طبعا مختلف تماما وعامل موسم محترم جدا يعني. طيب خلينا نتكلم على الكابتن حسام البدري اللي النهارده
ضم قائمه فيها 23 لعيب، ولسه طبعا هنكون مع حضراتكم اول من ينقل اليكم تشكيل النادي الاهلي عبر هذا اللقاء. قائمه ال 23 لعيب هم شريف اكرامي والشناوي واحمد عادل، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيع، محمد نجيب، احمد فتحي، ومحمد هاني، وباسم علي، صبري رحيل، خط الوسط عمرو السوليه، حسام عاشور، حسام غالي، وليد سليمان، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، صالح جمعه، واحمد حمودي، وميدو جابر، واكرم توفيق، وفي الهجوم الثلاثي عماد متعب، وعمرو جمال، وجونيور اجاييو. زي ما قلت لحضراتكم سعد سمير وكريم نيدفيد بيغيبوا للاصابه، واستبعد كابتن حسام البدري، عمرو بركات، وحسين السيد، وعمرو رضوان لاسباب فنيه. قائمه مكتمله للنادي الاهلي احمد الشناوي. ولكن قبل ما نخش على القائمة المكتملة لازم نتكلم على حكم اللقاء السويدي اللي تاني لقاء له في مصر، كان حكم قبل كده أهلي وزمالك، وهو الحكم النرويجي اسمه سفين أودفر ماين، ومساعدينه كيم توماس وماجنوس لادنبرج. عندنا تقرير عن حكم اللقاء، نطلع نشوفه ونرجع نكمل.